معي قبل شوي يزبد مين؟ المثنى ذا. وش هي المثنى؟ يزبد، تخيل يزبد 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 يزبد. وش هي وش هي؟ قول لي ايش صاير؟ انا ما ادري، علمه علمه. انت ليش ما ترجمت؟ مالك انسان؟ يا ناقص. علمني وش فيك تفضل يلا. دخلت انا وياه، دخلت انا وياه قست. ايش فيك انت عندك برق؟ اي علينا مطر. ايوه دخلت انا وياه قست، يود رافع خشمه وانا اضحك. اول ما بثيت دخلت انت مع اسامه داود، قلت خليني بدخل مع المثنى اسولف انا وياه شوي حلو على ما يخلص قعيد. يود رافع خشمه مدري وش هو، وانت المهم انه كلام ضايع ويعفاك، فهمت؟ عيد ايش ذبت الجوال؟ ها ايه. وبعدها قال ايه، قلت له اما تتكلم من نفس الناس ولا اطلع يا اخي، يعني لا ما نبي المشاكل، وانا توني فاتح فما ودي ان يرتفع ضغطي. ما تبي اي قال أي. قال اجي خلاص اطلع والعاد اشوفك طالبني مره ثانيه. طق قلت لي ليش زعلان؟ ما علمني السبب كذا بدون اي طيب سبب. اسمعوا اسمعوا، قولوا لا اله الا الله. بالله كبسوا شباب. ها اسمعني، قول لا اله الله. لا اله الله حق. انا ابشتري حلبه انا والله البلد. لا 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 انا والله مكبر عقلي طال عمرك. خلي اتكلم. واكيد انك بتقابل نفس النوعيه فعادي يعني الامور. اسمعني خذوا خلي ابشتري حلبه مصارعه وبحطها في نص تركيا الاول يوم خميس يوم ممكن، ثم بجيبك ثم بجيب مثلنا وادخلكم نقفل على بعضكم، نشوف اللي يطرح الثاني واللي يفوز، واللي يفوز يصير خويي. ولما يا امريكا اللي يفوز يخويك، اجل اللي يفوز يصير كفيلك. اقسم بالله اقسم بالله وجهك تقول جيك شان، عرفت جيك شان اللي ذاك اللي جه؟ انا ودي اعيب على وجهك بس ما اشوفه، بس جيك شان املط شغل الاضاءة. جيك شان املط جيك شان املط. يا ليت اللي عايرني حر كان صبرت. ها اقول ليت اللي عايرني حر كان صبرت. ناصري ويلك تلحظ الحين تغلط تنمر علي. اشوف وجهك مو طبيعي شكلك. لا انا ما بدك اليوم بثيت الظهر. لا والله رحت تدري من الظهر وانا ما رجعت البيت الا الساعه 12 الليل. ليه وش عندك بكره؟ قمت تخاوي يوم مرة. لا والله 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 ناصر ناصر يا رجال. تخاوي يوم مرة انت حسودي. ايش فيك انت يا ولد ايش فيك؟ ناصر شكله بالخير شكله بالخير، هلا حتى النبرة تغيرت. ايه انا خاوي شوف عمره لكن انت خاوي ارحب بس اصول كلمة ارحب يا حمد. انا رجال اخاوي شيوخ عمر ولا انت خاوي سارة واشكالها يا تعبان نسينا طقعان نسينا يا يوشي يا طقعان. انت تدري مكيف ذا ينذكر عند الرجال وانت ما تنذكر. كانك نسيت ان ما نسينا. لا تقعد تسوي لي فيها تسوق الشرف عقب اخت تتحقق يا السلطان. ايه عقب اخت اقول عقب جوله ولا جولتين مليون. شوف دخلت مليون ومية دخلت مليون و200 امس وراك ما باركت لي. عساها الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك طول بعمرك حبيبي. شكرا لك وان شاء الله منها للاعلى. امين يا رب. عقبال ما ساره تجيب الطرطه. ايش فيك؟ امين. ها؟ امين. استانس. امين. ناصر قاعد واضح انك دايخ. اي والله من الظهر ما جلست قسم بالله. وغير كل شوي تثاوب. كم غسلت سياره اليوم؟